نظمت مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا ندوة علمية حملت عنوان من قصص وحكايات أهل الساحل الحضرمي مع البحر ونجم البلدة ومظاهره المختلفة. وقدمت في الندوة ثلاث أوراق بحثية علمية، الأولى بعنوان رحلة بحرية بين الكويت وحضرموت، والثانية علاقة أهل الساحل الحضرمي مع البحر ونجم البلدة المكلا أنموذجا، فيما حملت الثالثة عنوان نجم البلدة في حضرموت عبر التاريخ. وأعطت الأوراق البحثية العلمية لمحة تاريخية عن موسم نجم البلدة السياحي وعلاقته بالتراث والثقافة والأدب، إلى جانب معلومات عن انطلاق مهرجان البلدة السياحي في العام 2004. سعدنا اليوم بتنفيذ ندوتنا العلمية عن البلدة الموسومة بعنوان قصص وحكايات الساحل الحضرمي مع البحر ونجم البلدة. تضمنت ثلاث أوراق بحثية تناولت تعامل أهل الساحل الحضرمي مع البحر ومع نجم البلدة، وفي الحقيقة كان الحضور جيدا وكانت المداخلات جيدة، وإن شاء الله تتكرر مثل هذه الفعاليات لما فيه خدمة تراث وثقافة حضرموت. المشاركة والحضور وما يسمون التغذية الراجعة فيما بعد الفعالية كانت أروع مداخلات المشاركين اللي أثرت الفعالية. طبعا كشفت عن جوانب مهمة من البلدة، ربما ما كنا عن البلدة ما كنا نعرفها من قبل، وأعادت وأكدت على معاني أخرى نحن نعرفها لكن طرحت من زوايا أخرى جميلة. بالبلدة ظهر كوني يأتي في فصل الخريف، فصل الخريف كل النيوم اللي فيه حارة، إلا هذه ثلاثة النيوم الشول والنعام والبلة تبرد فيها نسبيا، وذاك نتيجة ذوبان الثلوج المحيطات البحار الشمالية وتسحبها الأمواج، تسحبها الرياح إلى عندنا في حضرموت إلى شبوة إلى عمان. هذا المنطقة بس الحيز هذا معروف ببرودة البحر.